توترات أمنية في منطقة تاجوراء عقب اشتباكات مطار معيتيقة. وسلامة يقول أن على المؤسسات في ليبيا وضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات. مشروع لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الانتخابات المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. أفاد مراسل قناة ليبيا الحدث في طرابلس أن منطقة تاجوراء تشهد توترا أمريا إثر سماع إطلاق نار في المنطقة. وذكر المراسل أن قذيفة سقطت على مدرج مطار معيتيقة سببت أضرار طفيفة بالمدرج، كما أن مدارس منطقة تاجوراء قامت بإخلاء المدارس من الطلاب وسرحتهم إلى منازلهم قبل انتهاء الدوام الرسمي، وذلك تحسبا لأي توتر قد يطرأ بالمنطقة. هذا فيما وجه مستشفى الميداني بطرابلس نداء على صفحته الرسمية على فيسبوك لجميع أطباء مستشفى العاصمة بالبقاء على هبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ قد يحدث. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف من بنغازي السيد أحمد التهامي المحلل السياسي. بداية أهلا بك سيد التهامي في نشرة الأخبار. هذه التوترات في طرابلس بعد ربما يومين من الاشتباكات في ربما الأرجاء ومطار معيتيقة وتسببت في أضرار، ربما عادت الاشتباكات مرة أخرى. هذه الميليشيات التي تعمل ربما ضمن أيديولوجية معينة في حالة الصد والرد والدخول إلى منطقة مطار معيتيقة والعودة مجددا، ما الذي تفهم من الوضع في طرابلس وهذه ربما الأزمة والتوتر الأمني التي تعيش المدينة؟ مرحبا بك يا أستاذ مصباح وجميع الزملاء في قناة الحدث والمشاهدين. يعني من حيث المبدأ دائما يعني نتفق على مبدأ معين، إن بوجود مجموعات مسلحة أو كما تسمى الميليشيات في أي دولة من الدول فإن الوضع الأمني لا يستقيم على الإطلاق، سوف تحدث اختراقات. وإذا كان نتحدث مثلا على طرابلس فإننا نتحدث على مئات الميليشيات للأسف الشديد يعني. والشيء الملفت للنظر في هذه الميليشيات أنها تتناول مرتباتها من الدولة بالإضافة إلى مصادر تمويل مشبوهة تتمثل في الاحتيال والخطف والابتزاز والمتاجرة بالبشر والمتاجرة بالوقود. يعني وضع طرابلس للأسف الشديد وضع سيء جدا. يعني نحن جربنا سيد مصباح، نحن جربنا الميليشيات في مدينة بنغازي وكيف بدأوا بتدمير مراكز الشرطة وبالمحاكم وبالاغتيالات، وكانت يعني فعلا تضحياتنا كبيرة في الاغتيالات اللي حصلت ما بين النشطاء وضباط الجيش، ولحقت حتى النساء مثل الأستاذة المرحومة سلوى أبو بعيف والعديد من النشطاء والصحفيين. فعلا الوضع الآن في طرابلس يكاد يكون مشابه لما حدث في بنغازي. سوف يتوتر الوضع أكثر وأكثر، وجود الميليشيات لا يستقيم الوضع لهذه الميليشيات إلا في حالة أن تسود إحداها على الأخرى، وهذا وضع صعب. نعم. طيب لنتفق أن الميليشيات هي مصنع للفوضى أيضا داخل طرابلس، هنالك من يتوقع أو يعول على إحداث ربما حالة انفجار داخل المدينة من قبل السكان، ربما عدم رضاهم عن الوضع الذي يحدث في طرابلس من ابتزاز وسيطرة هذه الميليشيات. هل من ممكن أن نعول الآن على المواطن طرابلسي داخل طرابلس؟ والله هو يفترض مثل ما عولنا على المواطن. أنا تتذكر كويس أنت الجمعة اللي صارت في بنغازي، جمعة إنقاذ بنغازي، بنغازي لن تموت. يعني فعلا العديد يعني اللي انتهت حتى بالعصيان المدني، حركة شيء وطن، كان في نشاط غير عادي
للمجتمع المدني في مدينة بنغازي. تحرك الأخوة في طرابلس فعلا في فترة من الفترات، وشهدنا تلك المظاهرات العارمة فعلا اللي حصلت في طرابلس واللي وجهت فعلا للأسف الشديد بالاعتداءات. يعني أنت أمام وضع سيء جدا، الناس عايشة تحت الإرهاب، يعني حتى لما يظهروا ناس في مظاهرات في 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 أوقات الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل يتم القبض على العديد من النشطاء، وكذلك تهديدهم. نحن لدينا معلومات بالتهديدات اللي تحصل للنشطاء في مدينة طرابلس وتكبل حركتهم، ولكن يعني على بالتأكيد علينا أن نضحي. يعني طرابلس مدينة الآن يتجاوز تعدادها المليونين بالإضافة إلى النازحين فيها، يفترض أن يعني في أي حراك وطني للشباب في مدينة طرابلس بالتأكيد سيتفوق على هذه الميليشيات. يعني في الأخير الميليشيات هذين ميليشيات مرتزقة، يعني ناس موجودة لغرض تحصيل الأموال بأي طريقة من الطرق. ولعلك تذكر يا أستاذ أحمد، يا أستاذ مصباح، يعني الأسماء المتداولة لهؤلاء الشخصيات، يعني للأسف الشديد أنا لا أريد أن أسخر من البشر، ولكن تدل فعلا على الأسماء اللي يسموا بها زعماء هذه، تدل على السلوك. نعم، يعني متدني فعلا. يعني هؤلاء الناس يعني في عصابات. يعني انا دائما اقول لك ان اللي سائدين، مع احترامي لبعض الوطنيين في طرابلس وبعض الناس اللي يشتغلوا فعلا فيها يعني الى حد ما بطريقه سليمه وبطريقه تهم المواطن، ولكن اغلبيتهم هم نوع من المرتزقه وعصابات فعلا. يا سيد مصباح، تقارير الأمم المتحدة لجنة العقوبات عن عامي 2014 و2015 وصل إلى أن تصف ممارسات بعض هذه الميليشيات فعلا، لأن في واردة في التقرير يقولوا أنهم تماما كما تفعل عصابات المافيا. يعني نحن قدامي وضع سيء جدا، يعني نحن نشفق على أهالينا في طرابلس ونطالبهم بالتحرك. يعني نحن ليبيا لا يمكن أن تقوم قائمة لليبيا. الكثير يتحدث على 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 على, على, على الانتخابات وعلى كذا. هذه الميليشيات هاجمت حتى المقار البعثات الدبلوماسية وخطفت الناس وحرقت بعض المقرات الدبلوماسية. نحن نذكر كويس جدا، يعني تو الآن ما أشبه اليوم يعني البارحة باليوم. يعني مثلا نذكر عملية فجر ليبيا اللي هي دمرت المطار وورطت. هو سيناريو، نعم سيناريو ربما يعتبر متجدد بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد التهامي المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي. وفي شأن المتصل، أصدرت ميليشيا البقرة بيانا على موقع فيسبوك قبل أن تقوم بحذفه بخصوص أحداث مطار معيتيجا وقرار السراج بحل الكتيبة وضم أفرادها إلى الجيش التابع له. وأوضحت الميليشيا بأنها تتكون مما أسمتهم بالثوار الأحرار، وأن مرجعيته هو المفتي المعزول الصادق الغرياني، لتكون بذلك أسوة بقوات سرايا الإرهاب التي تتخذ منه مرجعية أيضا. وأضافت أن الميليشيا تعتبر فتاوى ومحاضرات وخطب وحديث ودعاء الغرياني منهج عمل دائم لها يجب أن يتم تنفيذه عبر مهام محددة يوميا وأسبوعية وشهرية. لا تقول أنا لا أعلم شيء ولم أمر به، وإنما تعلم أن هناك غلاة هم أعداء للثورة، هم أعداء للدين، هم دسيسة مخابرات أجنبية خليجية في بلادنا. لابد أن يوضع لهم حد، لأن الشكوى كثرت منهم ينتهكون حرمات ثوار بنغازي، أهل بنغازي اللاجئون اللي هم يعتبرون مهاجرون، وينبغي أن تقول لهم تكون لهم كالأنصار، تقتحمون بيوتهم وتدوسون كراماتهم وتعتقلون شبابهم وأبنائهم، وهذه هي الصورة التي يستعملها حتى في بنغازي. كل من يريد أن يتخلص منه يلقي عليه هذا الثوب، هذا إرهاب، هذا من داعش، هذا من كذا، فيتخلصون من كل الأحرار ومن كل الوطنيين ومن كل المخلصين ومن كل المجاهدين، يتخلصون من هذه. وفي هذا السياق، أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الهجوم الذي نفذته ميليشيات البقرة على مطار معيتيجا.
هذا وبحسب الأحصاءات الأولية التي تحصلت عليها المنظمة من مصادرها، فإن الاشتباكات أوقعت 19 قتيلا وعشرات الجرحى وضرر في عدد من الطائرات المتواجدة على أرضية المطار وممتلكات مدنية أخرى. هذا فيما استنكرت المنظمة هذه الأفعال واعتبرتها جرائم خطيرة في حق الليبيين من قبل العصابات الإجرامية، محملة حكومة السراج المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي زهقت والممتلكات التي أتلفت، وطلبت بفتح التحقيقات العاجلة في هذه الجريمة البشعة. أكد مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة أن المؤسسات في ليبيا ملزمة بإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات بطريقة متسقة مع الاتفاق السياسي. هذا كما حث هذه المؤسسات على ضرورة تجاوز التشكيك المتبادل وأحدية العمل ووضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات. السيد الرئيس، هذا الوضع الراهن الهش لا يمكن أن يبقى، وليبيا تحتاج إلى حكومة كفؤة وفعالة يمكن أن تقدم الخدمات العامة التي يحتاجها الناس، والتي تستطيع أن توحد مؤسسات هذا البلد، والتي تترأس الانتخابات التي ستنهي هذه الفترة الانتقالية. تعديل الاتفاق السياسي الليبي من وجهة نظرنا هو الخطوة أو الوسيلة الأكثر ملائمة لتحقيق هذا المسعى، ولم نفوت يوما دون الدفع باتجاهه. وأنا أتشجع بجهود أعضاء المجلس ومجلس النواب ومجلس الدولة لتحقيق هذا الهدف، وهناك مفاوضات للوصول للتوافق لتحقيق هذه الغاية، وعمل لجنة صياغة الدستور المشتركة حققت توافق حول التعديلات في السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من عدم التوصل لاتفاق رسمي، فإن هذا التوافق مستصوب ويمكن الوصول إليه. محور التركيز الآخر هو الانتخابات. في من ديسمبر 2017 لجنة الانتخابات الوطنية العليا دشنت تحيينا لتسجيل الناخبين، ويسرني التوقع الليبيون للتسجيل. توقعاتنا للمشاركة اتسعت، 600,000 ليبي سجلوا الانتخابات في الأسابيع الستة الماضية. عدد الأشخاص في سجل الناخبين يتخطى الآن 2,000,000 ولا يزال يزداد. والأمم المتحدة استطاعت أن تقدم دعما فنيا مكثفا للجنة لتسجيل الناخبين، وسنواصل مساعدة الترتيبات للخطوات المقبلة. ومع ذلك، وقبل عقد انتخابات ذات مصداقية، يتعين القيام بالمزيد من العمل. والإطار الدستوري يجب أن يتفق عليه، والأوضاع الأمنية يجب أن تكون مواتية من أجل عملية عادلة وحرة، ويجب أن يكون هناك ثقة في أن النتائج ستقبل من قبل الجميع، سواء كان الأمر يتعلق بالاستفتاء أو انتخابات الرئاسية أو البرلمانية. نحتاج إلى قوانين، والمؤسسات الليبية يتعين عليها أن توفر التشريعات المطلوبة وأن تقوم بذلك بطريقة تتسق مع الاتفاق السياسي الليبي. وأحث هذه المؤسسات على أن تتجنب الريبة المتبادلة والأعمال الأحادية، وأن تضع مصلحة الليبيين فوق كل الاعتبارات. هذا فيما أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي على أنه لا مجال للقبول بالمخربين السياسيين، ونرفض أي حل عسكري في ليبيا. ما من مجال هنا للقبول بالمخربين السياسيين، ونحن نرفض أي سعي لفرض حل عسكري على هذه الأزمة، وهو من شأنه أن يقبض الاستقرار في ليبيا. من يسعى لهذا الحل العسكري سيساعد المجموعات الإرهابية التي تتغذى من انعدام الاستقرار، فسبيل الوحيد نحو السلطة يمر عبر انتخابات حرة وعادلة. ونرحب بتقدم المحرز مؤخرا فيما يتعلق بتسجيل ناخبين في ليبيا، بما في ذلك تسجيل عدد كبير من الشباب والنساء. وتقدم بلادي المساعدة للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لمساعدتها على تحضير الانتخابات. والبناء على هذا التقدم، على مجلس النواب أن يحترم التزاماته بإمرار قوانين من أجل إصلاح الدستور والانتخابات بتشاور مع مجلس الدولة الأعلى. وبينما تسعى ليبيا لإعداد الانتخابات، نؤيد جهود الأمم المتحدة من أجل ضمان حكم أكثر فعالية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وعلى كل الأطراف الليبية أن تعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتوطيد الاتفاق السياسي الليبي.
وفي شأن آخر، كرمت القوات الخاصة رئيس إدارة الخدمات الطبية العسكرية متمثلة في العميد سعد لفسي، هذا فيما حيت القوات الخاصة جهود المبذولة من قبل السرية الطبية ولجنة شؤون الجرحى على ما تبذله من أجل علاجهم. هذا وطلب العميد لفسي الحكومة المؤقتة بصرف ميزانية 2017 لتتمكن الخدمات الطبية العسكرية من إفادة الجرحى للدول المناسبة لعلاجهم. هذا فيما اتفقت لجنة الجرحى المكلفة من قبل رئاسة الحكومة المؤقتة خلال اجتماعها الأول على تقديم تقارير مفصلة خلال شهر لرئيس الحكومة، حيث أنه من اختصاص اللجنة إعداد كشوفات بأسماء الجرحى والاتفاق مع الدول التي سيتم إرسالهم إليها وليس التعاقد بهذا الخصوص. اليوم أول اجتماع اللجنة الخاصة بالجرحى الداخلية المصابين أثناء الحرب ضد الإرهاب. نحن كيف نعلم أن الحرب في المحاور الحمد لله فضل ربي قد انتهت بانتصارات قوات الشعب المسلح القيادة العامة للجيش الليبي. الآن نحن في إطار معالجة جرحانا. اولا نشكر السيد رئيس الحكومه للثقه وتكليفنا برئاسه هذه اللجنه. الشيء اللي نحب نوضحوه ان اللجنه هذه مهامها حصر حالات حصر الاصابات وتشخيصها ومعرفه ما تحتاجه هؤلاء المصابين، ما يحتاجونه من علاج ومن تركيب اطراف اللي يكون واضح لدى جرحى من زملائنا ان مهام اللجنه هو حصر الحالات وتصنيفها وتقديمها للسيد رئيس الحكومة، أيضا الاتصال بالدول سواء كانت أوروبية أو عربية في إمكانية علاج هذه الحالات لديهم. أيضا اتفقنا مع الهلال الأحمر مشكورين، كون الهلال الأحمر لديه نسبة تخفيض في جميع الحالات من سواء كانت إصابات أو بتر في جميع دول العالم. نحن خلال 30 يوم بإذن الله هيكون تقرير مفصل أمام السيد رئيس الحكومة بالحالات التي تستوجب علاج والحالات التي تستوجب تركيب أطراف والحالات التي العلاج ليس لها علاج في أي دولة من دول العالم. هذا حيث ستتعاون اللجنة مع الهلال الأحمر الليبي للاتفاق مع الدول التي سيتم إرسال الجرحى إليها وسيتم البدء بإرسال الحالات الصعبة والمستعصية. تم الاجتماع اليوم برئاسة السيد العقيد صلاح هويدي مشكور على المجهودات التي يبذل فيها، بحضور الأستاذ رضا فرج فريتيس مدير إدارة المتابعة في الحكومة المؤقتة، والدكتور أسامة أبو خريس عن الهلال الأحمر الليبي اللي كان واقفين عمانا وقفة جادة في هذا الموضوع. وتم الاجتماع وتقرر على أنه يكون إعادة كشف للجرحى من جديد، تشخيصهم ونقلهم إلى أول دولة اللي هي ألمانيا لحسب ما فادنا السيد رئيس الوزراء لعلاجهم خارج، ونبدأ بالحالات اللي هي مستعصية مثل الشلل وإصابات العيون والرأس والعمود الفقري، وحيتم تشخيصهم خلال أسبوع هذاهي. عقد بمدينة بنغازي اجتماعا موسعا بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة تنظيم العمالة الأجنبية واستجلابها. التقرير التالي والتفاصيل. نظمت اللجنة المشكلة اجتماعا بناء على قرار رقم 368 الذي أصدره القائد العام لمناقشة وتنظيم واستجلاب العمالة إلى ليبيا، حيث أقيم الاجتماع في مدينة بنغازي لحصر عدد العمالة المتواجدة داخل الأراضي الليبية. طبعا شكلت اللجنة هذه لغرض حصر العمالة الوافدة داخل ليبيا ببطاقة موحدة لحصر كل العمالة وإلغاء كافة الإجراءات الأخرى المرادفة لها. بالنسبة للإجراءات طبعا التنظيمية لهذه البطاقة، بطاقة الحصر، شكلت لجنة من قوى العاملة ومجهوزات وكالة الصحة ووزارة الصحة ومن الحرس البلدي وجميع الجهات الإدارية والأمنية داخل الدولة، بحيث تقوم بحصر هذه البطاقة تحت إشراف هيئة الاستثمار. بإذن الله تعالى هيكون البداية قريبة، نبدأ في بداية إجراءات حنعلن عليها
في الإذاعات الرسمية. الاجتماع كان بحضور كل من الإدارة القوى العاملة وقطاع الصحة وإدارة الجوازات والجنسية والشؤون الأجنبية وعدد من الأجهزة الأمنية المختلفة تحت إشراف الهيئة الليبية للاستثمار العسكري. طبعا شكلت لجنة من الهيئة العامة للاستثمار لتسوية أوضاع العمالة داخل ليبيا في ربوع ليبيا. الشق الأول اللي هو نشتغل فيه عن طريق بنغازي اللي هو إعداد حصر لجميع العمالة الوافدة داخل المدينة، وذلك بإصدار بطاقات تكون راقية في قلة التزوير. الغاية منها هي أن نعرف كل عامل داخل البلدية وين وضعه وين قاعد وشنو النشاط اللي يمارس فيه، ونقدمه حصر كامل للمضاحضاهي بحيث أن نحن نعرف شنو العمالة اللي عندنا وشنو العمالة اللي مستحقينها في إعادة إعمار بنغازي. وكما اتفقت اللجنة على إصدار بطاقات الحصر للعمالة الوافدة والتي ستكون صلاحيتها لمدة 6 أشهر، وستكون هناك إعلان لمدة 60 يوم لتسوية الأوضاع العمالة. دانيا جمال، ليبيا الحدث. استقبل وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدائري رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اللواء ونيس بوخمادة، وذلك بالمقر الجديد لوزارة الخارجية بمدينة بنغازي. بعد تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب وعودة الحياة، عادت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إلى افتتاح مقرها الجديد بمدينة بنغازي، حيث استقبل وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدائري رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اللواء ونيس بوخمادة بحضور مدير مديرية أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري. اللقاء تناول دور القوات المسلحة أثناء تحرير بنغازي ومحاربة الإرهاب والدفاع عن الأمن القومي الليبي، بالإضافة إلى دور السياسات الخارجية في دعم الجيش ومساندته. الدائري خلال اللقاء أكد على ضرورة بذل الكثير من الجهود خلال الأيام القادمة من قبل وزارة الخارجية من أجل عودة النازحين إلى ديارهم والمساهمة في حصول القوات المسلحة على المواد والمعدات اللازمة على إزالة الألغام. لابد أن نبذل الكثير في الأسابيع والأشهر القادمة كوزارة خارجية من أجل دعم إعادة إعمار بنغازي، من أجل إعادة الكثيرين من النازحين إلى ديارهم، ومن أجل أيضا القيام بمجهودات كبيرة من بحيث أن نتحصل على الأدوات والإمكانيات اللازمة لإزالة الألغام التي ما زالت تشكل تحديا كبيرا للجيش الوطني الليبي وحتى للسكان المدنيين الذين يتوخون إلى العودة إلى ديارهم. نحن نعلم بأن هناك جهد يبذله مجلس النواب في سبيل الإعداد إلى مؤتمر كبير في شهر مايو القادم في مدينة بنغازي من أجل إعادة إعمار بنغازي، والخارجية الليبية سيكون لها دور في مساندة ودعم الجهود التي يبذلها مجلس النواب واللجنة البرلمانية المشكلة، حيث أن المجتمع الدولي مدعو لمساندة الشعب الليبي ودعمه في هذه القضية الهامة وهي إعادة إعمار بنغازي بعد الانتصار الباهر الذي حققه الجيش الوطني الليبي. وزارة الخارجية تعد أولى المقرات التي عادت إلى بنغازي لتعود الحياة إلى المدينة بعد سنوات عجاف. أوضح موقع إكفاي ميرينيا اليوناني أن وزارة النقل اليونانية تعتزم إزالة 410 أطنان من المتفجرات التي عثرت عليها في سفينة أندروميدا والتي ترسو حاليا في ميناء هرقل في جزيرة كريت اليونانية. رجب بليبلي وضح لنا تفاصيل أوفى حول السفينة.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. نتحدث عن اندروميدا التي ايقظت مجزع اردوغان والذي صدرت الارهاب والتي تثبت تورط تركيا في ذلك. هي سفينه تركيه تحمل العلم التنزاني، هي نوع شحن وعلامه رمز في البحر 9OIJ، وحمولتها 1950 حاويه. هذه الباخره هي من تاريخ صنع او صنعت سنة 1979. طاقم هذه السفينة يتكون من 8، 2 من الجنسية الأوكرانية و5 من الجنسية الهندية وربان آخر ألباني الجنسية. أندروميديا هذه الباخرة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية أو البحر المفتوح في منطقة القديس أو تحديدا في منطقة القديس نيوكولاس، هي بها 29 حاوية، تحتوي على مادة نيترة الأمونيوم وصواعق متفجرة حسب ما تحدثت عنها البحرية اليونانية وخفر السواحل اليوناني. نتحدث، تم احتجاز طاقم السفينة بالكامل، وكان هناك تضارب في التحقيقات بين التحقيق الأول والثاني والتي قامت به السلطات اليونانية حسب ما جاء بالمؤتمر الصحفي للأميرال يانس أورجيو. تحدث في التحقيق البدائي بأن الباخرة ستبحر من ميناء مرسين إلى ميناء الإسكندرونة، من ثم ستبحر من جيبوتي إلى جيبوتي وسلطنة عمان. وبعد تفتيش المستندات حسب ما جاء في تصريح خفر سواحل أثبت عكس ذلك، ولا توجد أي وثيقة تخص جيبوتي أو سلطنة عمان. أعيد التحقيق من قبل السلطات اليونانية، حيث قال الربان بأن الباخرة اتجهت من ميناء الإسكندرونة أو مرسين باتجاه جزيرة، مرورا بقبرص باتجاه جزيرة كريت، من ثم سوف تعبر إلى مدينة مصراتة مباشرة بعد أن تلقى الربان السفينة التعليمات بالخروج من مرسين أو إسكندرونة إلى مصراتة مباشرة. بعد ذلك سنتحدث باستفاضة حول كيف تم ضبطها في المياه المفتوحة بمنطقة القديس نيكولاس بالمياه المفتوحة اليونانية. هنا خرجت تحديدا من الإسكندرونة أو مرسين متجهة بجانب قبرص، ثم توجهت نحو جزيرة إكريت وتم ضبطها هنا في هذه المنطقة تحديدا في هذه المياه المفتوحة، وتم ضبط هذه السفينة. حيث بعد هذه العملية وبعد المؤتمر الصحفي لخفر السواحل، أعرب مجلس النواب والقيادة العامة للجيش عن استيائهم من هذا الفعل الإرهابي، وأيضا استنكار ما تقوم به تركيا من أعمال بدعم جماعات الإسلام السياسي في غرب البلاد، وتعهدت الحكومة المؤقتة برفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بخصوص هذه الجريمة التي قامت بها تركيا. إلى هذه اللحظة لربما كل ردود الفعل أو الاستنكارات بعد هذه العملية والتي تم الكشف عنها عن طريق العديد من الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية بأنها جريمة في حق الشعب الليبي، وهو يعني دعم مباشر للجماعات الإرهابية من السلطات في أنقرة. إلى هذه اللحظة لا يوجد أي ردود أفعال سواء من حكومة الوفاق المتحدة الولاية أو حتى رد فعل تركي حول هذه الحادثة. باختصار هذا كل ما لدينا اليوم حول سفينة الشحن أندروميدا. أفادت المفوضية العليا للانتخابات في تقريرها اليومي بأن إجمالي المسجلين بلغ 2,060,888 ناخبا. هذا فيما بينت المفوضية في تقريرها أن المسجلين الجدد بلغوا 539,356. يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أكد خلال مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الحدث دعم الجيش لخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في البلاد. نظمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة مشروع تمكينهم من مشاركتهم في العملية الانتخابية تحت شعار معا من أجل حقنا الانتخابي. من حقهم في العملية الانتخابية، نحن بدينا بهذا المشروع بدعم من منظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة وبرعاية صندوق التضامن الاجتماعي. شكلنا اللجنة من ناس محترمين وناس قادرين على خوض وتوعية الأشخاص من ذوي الإعاقة بحقهم الانتخابي. هدفنا الأساسي هو التوعية والتثقيف، لأن شاهدنا هناك عزوف كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في التسجيل الانتخابي، فنحن حاولنا دفعهم وتشجيعهم وإن شاء الله ننجح في هذه العملية.
هذا فيما يهدف المشروع إلى توعية وإقناع هذه الشريحة بحقهم في التصويت والترشح وتضمين ملف ذوي الإعاقة ضمن أولويات البرلمان وإدماجها في الانتخابات وفي تقلد مهام عامة، وذلك لضمان حقوقهم وكذلك تمكين الشخص المناسب من ذوي الإعاقة للترشح للانتخابات القادمة. لي شرف اني من انتمي لمنظمه الدوليه لحقوق الطفل، حمايه حقوق الطفل والمعاقين ذوي الاعاقه عفوا. نحن الان في صدد شغل لجنه مشكله هي توعيه وتثقيفيه فيما يخص المرحله الانتخابيه. نحن نشتغل على اساس انه يكون لنا حق في الانتخابات الجايه في المؤسسات التشريعية أو الرئاسية. نحن نسعى أن يكون المجتمع في جانبنا وتوعية شرائح المجتمع بأن نحن يكون لنا كوتا في البرلمان في أي جسم تشريعي قصدي، أو يكون لنا يعني صوت كشرائح المجتمع. أقيم اليوم بمقر الإدارة العامة للإعلام الخارجي والتعاون الدولي ندوة حول مشروع الدستور والاستحقاق الانتخابي القادم، التقرير التالي والتفاصيل. هنا داخل مقر الإدارة العامة للإعلام الخارجي والتعاون الدولي عقدت ندوة لبحث حيثيات مشروع الدستور الليبي وما يؤول إليه الاستحقاق الانتخابي القادم في جلسة تحورية جمعت عددا من المختصين والمهتمين. تم اليوم في مقر الإدارة العامة للإعلام الخارجي والتعاون الدولي ندوة وطاولة مستديرة حول مشروع الدستور والانتخابات والاستحقاق الانتخابي القادم. الغرض من هذا التجمع أن نتحدث لذوي الاختصاص لمحاولة لفك طراسم مشروع الدستور وما يقال حول هذه المشروع. نحاول أن نحن نوعو الشارع بخصوص الاستحقاق الانتخابي القادم وأهمية الانتخابات ودور المواطن الليبي ورفع درجة الوعي لديه لمعرفة أهمية الانتخابات القادمة. الندوة كانت برئاسة رئيس هيئة الثقافة والإعلام خالد نجم، حيث ستنظم ندوات أخرى بذات الخصوص خلال الفترة المقبلة بغية تحفيز المواطنين للتسجيل والاشتراك في الانتخابات، راصدين بعض الآراء التي تتمحور حول انطلاق الانتخابات بإعلان دستوري مؤقت. تحفيز المواطنين للتسجيل في سجل الانتخابات وسجل الناخبين حتى لا يتم يعني اقصائهم في وقت الانتخابات، وسواء كانت انتخابات رئاسيه او حتى انتخابات برلمانيه. اعتقد ان في بعض الاراء اللي يعني احنا رصدناهم داخل الاداره العامه للاعلام الخارجي سواء كانت في اراء محليه او حتى اراء دوليه، هي الكل يتجه في امكانيه اقامه انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، لكن ما فيش حد تحدث هل الانتخابات يتم إقامتها عن طريق بدون دستور دائم للبلاد أو عن طريق الدستور الإعلان الدستوري المؤقت، وهو هذا اللي نحن حاليا أو في الوقت الحالي نشتغل عليه، وهو إمكانية إقامة الانتخابات سواء كانت عن طريق زي ما قلنا دستور دائم للبلاد أو حتى بالإعلان الدستوري المؤقت. هؤلاء اجتمعوا لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني وفقا لإعلان دستوري مؤقت يضمن ممارسة انتخابية ناجحة لأبناء الشعب الليبي. انتقدت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لورا بولديريني الاتفاق الموقع العام الماضي بين حكومة جنتيلوني وحكومة السراج منتهية الصلاحية بشأن الهجرة غير الشرعية. هذا وأكدت بولديريني بحسب ما نقلت عنها وكالة كالي الإيطالية للأنباء أن الاتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين كان خطأ لأنه تم دون اتخاذ إجراء يضمن حقوق المهاجرين، منتقدة نهج وزير الداخلية ماركو مينيتي إزاء تدفقات الهجرة. هذا فيما أشارت رئيس مجلس النواب الإيطالي المعروفة بدفاعها عن حقوق المهاجرين أن مراكز الاحتجاز في ليبيا يسيطر عليها المتاجرون بالبشر أيضا، حيث بلغ بهم الأمر إلى بيع المهاجرين أيضا. أعلنت إدارة مطار تمنهنت استعداد المطار لاستئناف رحلاته الجوية المحلية والدولية، التقرير التالي والتفاصيل. مطار تمنهنت يستأنف نشاطه في تسيير رحلاته الدولية والمحلية
جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك من داخل المطار عقد بين إدارة المطار والشركات المشغلة والجهات الأمنية والعسكرية المكلفة بالتأمين والحماية. بعون من الله وبهمة الشباب المتطوعين الوطنيين الذين خدوا على عاتقهم أنهم بيقوموا بعمل حقيقة متميز لإعادة تفعيل مطار تمن هند رغم الصعوبات ورغم نقص الإمكانيات، إلا أنهم الحمد لله تم التوصل إلى ما نصبوا إليه وهو وفق الإمكانيات المتاحة. نحن الآن في صالة مطار تمن هند. الصورة تنقل لنا مدى جهوزية مطار تمن هند وترصد عن قرب استعدادات أجهزة التفتيش والجمارك وكذلك البوابات، فيما شهدت الساحات الخارجية للمطار عرضا للآليات التابعة للجهات الأمنية والعسكرية وجهاز الدفاع المدني والإسعاف. صالح مصباح الناجري آمر المجموعة الأمن المركزي بمنفذ مطار تمن هند الدولي لتأمين المطار الصالة والمهبط والبوابة تأمين كامل، وهذا المطار طبعا يستقبل جميع الرحلات ومؤمن من الداخل ومن الخارج بقوة الجيش وبالأمن المركزي وجميع الأجهزة شغالة. مطار تمن هند الدولي الذي افتتح كمطار مدني عام 2015 بعد تحوير قاعدة تمن هند الجوية لتصبح مطارا مدنيا يقدم خدمة كبيرة لأهل الجنوب الليبي. واقتصاديا، شهد السوق الموازي لصرف العملات انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار الليبي بشكل حاد حتى كسر حاجز الثمانية ليصل إلى 5 دنانير مقابل الدولار الواحد، إلا أن هذا الانخفاض أثار تساؤلا كثير حول أسباب انخفاضه المفاجئ. مجددا للانخفاض مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، لكن انخفاضه هذه المرة جاء بسرعة مفاجئة خلال موجة انخفاض شهدها الدولار لأول مرة إلى هذا الحد منذ عام 2014. إلا أن انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي إلى هذه الأرقام أثار موجة من الجدل بين المواطنين، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ ما تبيعوش الخمسمية في محاولة إلى توعية المواطن بخطة تجار العملة والتي وصفوها بأنها ليست إلا عمليات نصب واحتيال تحاك ضد المواطن الليبي. اللي بنشجع أي واحد عنده معاملة عنده فيزا ما بيهاش يعني يشتري منك فيزا بأربع جنيه، فيزا فيها مسكين يرجي فيها للسنة قاعد يقول لك تبيعها لي بأربع جنيه، كيف يبيعها ب 4 جنيه ومستحق لها يبيعها بالسيارة وعلي دين بسلكه وعنده أي حاجة بديرها، بعد يجي يقول لها نبيعها ب 4 جنيه وبعد أيام يبيعها هو اللي شرى منها ب 8 ب 9 جنيه ب 10 جنيه. نفس السنة اللي فاتت صار في السوق على سبة نزلوا الاعتمادات ونزلوا الفيز، ورد نزل الانخفاض بعد نزلوا الفيز ونزلوا الاعتمادات رد انخفاض من جديد، نفس السنة هذه بيصير بالضبط يسحبوا منهم الفيز ويقعد عندهم الاعتمادات ويقعدوا الرؤوس الكبار يتحكموا في السوق. يقول المواطن أن انخفاض الدولار هو أمر مدبر ومحاولة التجار جمع المخصصات السنوية من الدولار والتي أتاحها مصرف ليبيا المركزي للأسر الليبية ولكن بأسعار منخفضة، ومن ثم يعاود التجار بيعه بسعر لربما يكون الأسوأ. مستحيل أن يروح ينزل إلا في سبب، وسبب هي الدولار الجديد 500 دولار على رباب الأسر، ممكن عشان هذا السبب نزوله. لا مش حنبيح. لا انخفاض الدولار يعني انا اعتقد ان القرار اللي صدر بخصوص منحه ارباب الاسر اللي بخصوص ال 500 دولار، والله اكيد حيرتفع تحقي في الوضع وتحقي في الشارع، انت اكيد حيرتفع ضم التجار حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شو بنقوله. يقول محللون اقتصاديون أنه قد يكون هناك سبباً آخراً لهذا الانخفاض، وهو أن وزارة الاقتصاد منحت موافقات لمواردين بسلع مختلفة غير المواد الغذائية، لذلك لم يعد تجار السلع المختلفة مضطرين إلى شراء الدولار من السوق السوداء. ارتفاع الدولار أرهق جيوب المواطنين وسط غلاء الأسعار التي فاقت قدراتهم الشرائية، ولكن كسر الدولار لحاجز 8 دينار في السوق السوداء أعاد الأمل المنتظر لدى الليبي في انخفاض أسعار سلع المواد الغذائية والاستهلاكية. لقناة ليبيا الحدث، رواند العبيدي. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف سيد شعبان المنتصر الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك سيد شعبان في نشرة الأخبار. وربما السؤال هنا الآن،
الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار ما وراءه، خصوصا نحن في مطلع العام ولم ربما نتمشى فيه حتى 30 يوم؟ تفضل. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للتعليق على حول حديث الساعة هو اليوم، ونشكر قناتكم وقرة ومشاهديها الكرام على إتاحة هذه الفرصة. تحياتي للمشاهدين. أولا الحقيقة سيد حمدي، موضوع نزول العملة الصعبة اليوم بموازي للدينار الليبي يكاد يكون مفاجئ جدا. في ثلاث أسباب رئيسية. السبب الرئيسي حسب تقريركم حقيقة جمع كل شيء. تقريركم قال بأن فعلا هناك تجار، وهنا تجار العملة وهم هذول تجار الفرصة، انهم يحاولوا انهم يخفضوا الدولار في سبيل التحصل على اكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق ال 500 دينار هي وهي ال 500 دولار اللي تعطى للأسرة. هذه حقيقة واحدة. النقطة المهمة جدا الثانية هي في نفس الوقت موافقة في حدود 3400 شركة من جميع التخصصات بحسب القيمات اللي هي تم اقتراحها من قبل وزارة الاقتصاد، مع أن هناك ملاحظات كبيرة عليها، ولكن هذه واحدة من الحاجات اللي هي ممكن تسبب في أن هناك هبوط للعملة الأجنبية مقابل الدينار الليبي. الثالثة وهي تكاد تكون حتى هي مهمة جدا في هذا النطاق، هي التغير اللي ترى بعد انتخاب السيد شكري، محمد الشكري، لرئاسة محافظ مصر في ليبيا. وهناك اجتماع تم في خلال الأسبوع الماضي تقريبا مع تحت رعاية الاتحاد، تحت رعاية الأمم المتحدة، في سبيل الوصول إلى بناء مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي وتوحيد مصرف ليبيا المركزي. ولكن هناك مسائل مهمة جدا يجب هذه الفرصة لا تفوت على إذا كان هم تجار الفرصة. يجب مصرف ليبيا المركزي في أسرع وقت ممكن إن هو يرفع سعر العملة إلى المرحلة اللي هي قريبة جدا من اللي وصلها اليوم. يعني وصل اليوم كان يكون نقول لك السعر المتوسط اللي وصل لنا نجي ممكن نقول عليه 6 دينار. يجب حاليا مصرف ليبيا المركزي يفكر في رفع سعر العملة في أسرع وقت ممكن خلال الفترة هذه، خلال الفترة الزمنية هذه اللي هي فيها هبوط العملة الصعبة إلى بين 4 إلى بين 3 إلى 4 دينار ليبي، مع تمشي مع الاعتمادات، تمشي مع 500 دولار. وهنا يصبح استقرار كامل لسعر الدولار في حدود من 4 دينار إلى 5 دينار. طيب، فهذه مسببات حقيقة موجودة ومفروضة علينا. لكن في حالة مصرف ليبيا ما اداش الغرض متاعه، وهو ان هو حاول يسيطر على العملة الصعبة وخلاها في سعر محدد، فهذا يخلي فعلا بعد فترة زمنية ارتفاع مرة ثانية إلى يوصل 8 دينار أو 10 دينار. فهذه يعطي فرصة مرة ثانية لتجار الفرصة، وهم التجار الموجودين هم الذين يشترون وهم الذين يبيعون في العملة الصعبة واحد بس. هذه مهمة. النقطة المهمة جدا الثالثة، يجب على مصرف ليبيا بدل أنه يمنح 500 دولار للأسرة، 500 دولار لكل شخص من الأسرة، يمنحها لهم عن طريق بطاقة تخليهم يبيعوا البطاقة ويطلعوا بها برا، أو يطلعوا برا ياخذوا يصرفوا منها أكثر من نسبة 30-40% في قامتهم وكذا. يجب عليه يفتح حسابات لكل ليبي موجود صاحب أسرة، يفتح له حساب بالعملة الأجنبية ويحول له فيها ال 500 دولار بتاع الأسرة زائد ال 400 دولار السابق إذا كان ما أخذهاش، وإذا كان أخذها يحول ال 500 دولار لكل شخص في الأسرة في داخل هذا الحساب. تجعل أصحاب الحسابات إنهم هم يتحكموا بنفسهم في عملتهم من حيث يستفيد منها، من حيث إنه بسفرة ولا علاجة أو استغلالها في المستقبل،
ويجعلهاش انه هو يكون مضطر اضطرار كامل انه يبيعها في الوقت الحالي بارخص ثمن. نعم، اذا شكرا جزيلا لك سيد شعبان منتصر الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف من الزاويه. مشاهدينا ختام النشره، وهذا تذكير بابرز العناوين. توترات امنيه في منطقه تاجوراء عقب اشتباكات مطار معيتيكا. وسلامة يقول أن على المؤسسات في ليبيا وضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات. وفي ليبيا مشروع لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وللمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمول.